حول الموضوع ينضم لنا عبر سكايب مباشرة من دمشق وريفها، مريف دمشق تحديدا، مازن الشامي مدير وكالة قاسيون في دمشق وريفها. سيد مازن مساء الخير، أهلا بك معنا. تصعيد إذن في العمليات العسكرية في الغوطة، خسائر كبيرة أيضا تكبدتها قوات النظام، تكبدها نظام الأسد. ماذا يجري بالضبط يعني في مختلف الجبهات إذا ما أجملت لنا آخر تطورات؟ نعم مساء الخير. بالفعل التصعيد متواصل على الأحياء الشرقية العاصمة دمشق كحي جوبر وعين ترمى ومدينة الزمالكة، حيث شن اليوم الطيران الحربي أكثر من 15 غارة جوية استهدفت حي جوبر ومدينة الزمالكة وعين ترمى وعربين. طبعا ارتفع عدد الغارات بعد ظهر اليوم إلى أكثر من 20 غارة، وكان يرافق الغارات قصف عنيف بصواريخ الأرض أرض والمدفعية الثقيلة، مما أدى لسقوط أكثر من 6 شهداء بالتزامن مع معارك واشتباكات على محاور شرق دمشق وخاصة من جهة حي جوبر وعين ترمى، في محاولة من ميليشيات الأسد والميليشيات المساندة لهم اقتحام المناطق التي ذكرناها. اليوم استطاع الثوار من قتل وجرح العشرات من ميليشيات الأسد. طيب قبل أن نتحدث عن الخسائر أيضا مازن، إذا سمحت لي، لماذا يركز نظام الأسد وقوته على هذه المناطق بالتحديد التي ذكرتها؟ طبعا منذ 5 سنين يحاول النظام اقتحام حي جوبر الدمشقي ولم يستطع. الآن يريد الدخول ومحاصرة حي جوبر عبر الدخول من محور مدينة الزمالكة وأيضا من محور عين ترمى. إذا استطاع النظام لا سمح الله يعني الوصل بين هاتين المنطقتين استطاع بالفعل محاصرة حي جوبر، لكن الحمد لله حتى اللحظة لم يستطع النظام التقدم ولا شبر واحد على هذه المحاور. يوميا هناك تدمير 3 آليات أو 4 آليات للنظام. اليوم بالتحديد يعني تم تدمير عربة بي ام بي على جبهة عين ترمى، بالإضافة لإعقاب دبابة 72 على جبهة زملكة، وأيضا تدمير رشاش 14 ونص. طبعا يرافق ذلك كما ذكرنا قصف مدفع يستهدف مدن وبلدات الغوطة كزملكة وعين ترمى وأيضا مدينة دومة. اليوم في يوجد شهيدين في مدينة دومة وشهيدين في عين ترمى وشهيدين في مدينة عربين نتيجة القصف بالطيران والمدفعية الثقيلة، بالإضافة لاشتباكات على عدة محاور من استراد حمص دمشق الدولي. طيب بالمقابل يعني تقدم قوات الجيش السوري الحر على الأرض من خلال ربما المناطق التي تعتبر محررة بالكامل في أيديهم، تعتبر تحت سيطرتهم، وأهمية هذه المناطق الآن في الغوطة. طبعا الثوار يحاولون الصد وليس التقدم. النظام اذا استطاع التقدم في حي جوبر هذا يعني انه سيطر ناريا على معظم مدن وبلدات الغوطه الشرقيه، لذلك الجيش الحر يستميت في منع تنظيم الاسد من الدخول الى حي جوبر الدمشقي بالتحديد. طبعا حتى اللحظه استطاع الجيش الحر المتمثل بفيلق الرحمن من صد اي محاوله تقدم للنظام ان كان في حي جوبر او مدينه زمالكة او حتى في بلده عين ترمى. نعم، في ظل كل هذا الوضع الإنساني، حياة المدنيين كيف هي؟ طبعا اليوم المدنيين يعيشون حياة مأساوية، وخاصة يعني في ظل الاقتتال ما بين الفصائل في الشهر الفائت، واليوم هناك معارك مع النظام. اليوم الضحية هم المدنيين إن كان بسبب اقتتال بين الفصائل أو حتى مع النظام، لكن منذ قليل يعني هناك تبادل للأسرى ما بين الفصائل المقتتلة كفيلق الرحمن وجيش الإسلام. يعني في هذه اللحظة بالتحديد يتم التبادل في نقطة التماس الواقعة ما بين بلدة مسرابة وبلدة مديرة. إذا يعني هناك تقارب ما بين الفصائل اليوم ونسيان الخلافات والتوجه إلى النظام الذي قتل الأطفال والنساء، وإن شاء الله هناك مبادرات جيدة واتفاقات ما بين فيلق الرحمن وجيش الإسلام لحل جميع الخلافات. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة معنا مازن الشامي مدير وكالة قاسيون في دمشق وريفها، كنت معنا عبر سكايب مباشرة من ريف دمشق، شكرا جزيلا لك.